ورجعنا تاني في بيت أميرة، وهنشوف الأول مع بعض كده سريعا الشيف وهتعمل ايه. ايه يا شيف؟ أيوة أنا خلصت بقى المايونيز هنا اهو، يا ريت الكاميرا تشوفه تقرب عليا وتجيبه المايونيز اهو. أنا بحبه على فكرة، يعني جميل. إيه طبعا هو لسه عشان سايح شوية، كان المفروض أضربه كمان شوية بس أنتوا استعجلتوني عشان الهوا. معلش فأنا أهو اللي أنا ضرباه من قبل الهوا كده براحتي أهو. ممكن نعرف سمكه؟ أهو الكاميرا سمكو بس تمام، الكاميرا جاية لك أهي. بصي سمكه عامل إزاي؟ أهو. ده على فكرة تقيل. أيوة هو تضربي كده. هو كده، ما هو ملحقش، أنا ملحقتش أضربه بصراحة، ما خدتش راحتي فيه يعني. تمام. بس هو كده يعني، أنا دلوقتي قلت لك مقاديره الصح، وقلت لك على طريقته الصح. تمام. وبيتعمل بسهولة جدا وفي وقت بسيط. دلوقتي بقى هنعمل إيه مع بعض؟ دلوقتي هعمل صوص الكراميل، كراميل التوفة. كراميل التوفة سهل جدا، بنحط كده حلة. انا ليه مستخدمه حله ألمونيوم عادي؟ لاني هقلب جامد وهحتاج مضرب وحاجات، فمش هينفع ان انا ايه هحط بقى سكر كده اهو من غير ميه ومن غير حاجه. المقادير على الهوا هنرجع. يا ريت المقادير تتحط. الناس على الشابه المحترمه اللي معانا العسوله، اتفضلي. معانا الشابه الاستاذه نوال عبد العواد المتميزه في القاء الشعر، اللي بجد مبسوطه وانا معاها. ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ منوراني في بيت اميره. انا والله مبسوطه اني معاكي والله. لا علي صوتك كده. حبايبك كتير بيسمعوكي فقالوا لي لا، قولوا له تعلي صوتها. تمام. عامله ايه واخبارك ايه؟ مبسوطه اني مع حضرتك، وده شرف ليا والله. ربنا يخليكي. يا جماعه جايه من سفر طويل وجايه من المنيا، وشرف ليا واهل المنيا كمان منورينا، يعني ربنا يخليهم يا رب دايما. عايزاكي تعرفيني بقى يعني، وجايه عشان تعرفينا بقى عشان الكورونا. انا سمعت كده ان انت عامله قصيده مخصوص للكورونا، عايزه اسمعها بقى. طب انا جاي معرف حضرتك على نفسي، انا هقول لك قصيده الكورونا. اوكي تمام حبيبتي. تمام. في ظل ظرف مرير يعدي، بقوة بهتة ولين تحدي، صوت طبيب مرهق صداه، كل ما يعلى يهدي، جو البيت ده قاعدة تخنق، مش معنى انه مات مصاب اني اخد الامر جدي، في ظل ظرف مرير يعدي، اقعد في بيتك اضمن سلامتك، وان طلعت بره البس كمامتك، ساعد معايا ادي رسالتك، رغم ان الدنيا ازمة والبلاء، ورغم ان الدنيا ازمة والمرض عم البلاد، شايفين لونها وردي، هي ازمة وجت علينا دفعتوني تمنها وحدي، انت يلي ما انتش داري، الصحة تاج والعمر غالي، عدى حول ونزلنا في التاني، لا الأزمة عدت ولا الناس سمعاني، زمان زمان كان العلام للي يقدر، له شروط وله أوان، والنهارده يا مكتر المدارس في البلاد، والعلام للبنات قبل الولاد، بس قل العلم قيمة، بس قل العلم قيمة، والجهل فينا زاد، اسمع يا زمان اسمع يا زمان، جهودي سجل والنص يدوري، التاريخ يعدل، واقف في ساحة الحرب وحدي وانت تصافح تقبل، واقف لوحدي في ساحة العدوى وانت عايشين حياتكم بكل معاني النجوى، والشعب رغم الضرورة القصوى عايش كما يشاء ويهوى، ناسي اني ذنب شاله لما روحي تفدي عياله، بتضحوا بيا بتضحوا بيا بدل ما تحافظوا عليا قدوة، بس أنا في مكاني ثابت، ههتف للوباء يمكن يكل، أو حتى جهل الناس يحل، هعيش حياتي أنصح ودل، لا هستسلم يوم وأخاف ولا عمري في يوم همل. حبيبتي جميلة، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. إيه لو كان كمان معانا مايك يا جماعة كان الصوت هيفرق كمان، بس مش مشكلة. عايزة بقى أتعرف عليكي ومين شجعك. هو والله يعني كل اللي شجعني كل اللي حواليا، من اهلي بدايه ومن اهل جوزي بصراحه، حتى اصحابي وزمايلي وكده، ويعني اهل جوزي واهلي والدي مش معترضين على فكره مثلا التاليف او فكره التعليم او كده، يعني غير اي بنت ريفيه اخرى. تمام. فبحب يعني من مكاني ده اشكر ابويا واشكر جوزي ان هو واقف جنبي، وان هو مساعدني، وان هو مشجعني على ده. ربنا يخليه لك يا رب. بصراحة. ربنا يخليه لك، وان شاء الله باذن الله من تفوق لتفوق باذن الله، وهو برضك بيساندك ان شاء الله باذن بصراحة. الله بصراحه كتر خيره والله، ربنا يخليه لك يا رب دايما. ربنا يعزك يا حبيبي. يا ترى حد من اهلك برضك شجعك، بس بشجعك بقوه غير يعني
شجعك بقوه خالص بقى ان هو بيحفزك دايما؟ باباكي يعني كان بيقول لك ماشي تمام ولا كان لا. يعني ما دام انت ريفيه معلش برضو ساعات بيقول لك لا ما تخشيش في الجو ده؟ لا بصراحه يعني انا ما لقيتش ده، انا شفت ايوه في اماكن تانيه وفي عائلات تانيه، لكن انا شخصيا ما لقيتش ده. اهلي بصراحه ناس عندهم دين ودين بالفطره واخلاق وعلم كده، اهل جوزي برضو فما عرضوش، لكن شفت ده وكاتبه عن ده قصيده برضو راح يعني لو تحبي اسمعها لحضرتك. تمام مفيش مشكله اسمعها. هي بتتكلم فيها عن المراه يعني. يا ريت والله، لان برضو كان عرفت ان انت متزوجه ومعاكي اطفال وبتدرسي يعني ده كله، وكمان من الريف، الريف على راسي والله يعني، انا واحده جايه من الريف بس فعلا انا سمعت ان انت برضك عامله قصيده لاهل الريف وبنت الريف. طب تحبي اقول لك قصيده المراه ولا قصيده الريف حاليا دلوقتي؟ قصيده الريف. الريف دي لغه عربيه فصحى، هو شعر حر بس فصحى. طب قدت خواطرنا، قدت خواطرنا على حافه الذكريات، لاح الجرح صرح بالكلمات، هناك من يبكي وهناك من مات، زماننا أرواح عابرات، ضجيج الطفولة أنغام البدايات، نشتاق حديث العمومة والخالات، حديثا قتلته المدية والآلات، وتنادي ليالي العيد عجوزا أهلكتها التجاعيد، جئت كل عام بنفس المواعيد وتنظريني فأين انتظارك؟ أين انتظارك؟ أين وجهك السعيد؟ أين الطفولة؟ أين ثوبك الجديد؟ الذكرى فانية والزمان مديد، ما لان قلبه وقد لان الحديد. أذهب الأحبة، أذهب الأحبة والذهاب يزيد، بيوتنا كانت أوطان تزلزلها الإزاعة بالقرآن، لا هم فيها ولا أحزان، شكلنا أحلاما بالأطيان، رسمنا آمالا على الجدران، عرفنا في سالف الزمان بأهل الجود والكرم والأمان، فكم أشعلنا تحت القدر نيران، أكرمنا اللئيم والكريمة، أكرمنا الخسيسة والعزيزة، وكل الأكوان أكرمنا وكل الألوان أكرمنا الأكوان، والآن لا ضيوف ولا جيران، ونشتاق خبز الأفران، رائحة الرماد، جلسة الحصير، مجمع الأفراد، صوت البهائم، صوت البهائم في كل البيوت ألحان، أغنى الأغنياء من في بيته حيوان، يطعمه ويمسكه أغلى الأثمان، آهٍ على سيدات زمان. جميلة جميلة، متشكرين جدا، بس عشان الوقت أنا تشرفت بيكي، وإن شاء الله هتكون معانا في حلقات كتيرة إن شاء الله بإذن الله. صوتك جميل وأشعارك جميلة. كده خلصنا الحلقة بتاعتنا، هنشوف الشيف. طب ختام يا شيف معلش، هننزل بالتتر بتاعك، هنشوف بس عملنا ايه سريعا. قولي يا شيف معلش على طول. انا هنا الكارمل بتاعي السكر بيتكرمل لسه اهو، انا لسه ليه خطوات لسه ما خلصتش يعني. هننزل بالتتر ان شاء الله باذن الله حالا يعني. طيب. خلاص احنا هننزل بالتتر خلاص يا شيف معلش معلش. المره الجايه باذن الله خلصنا الفقره بتاعتنا معلش، مستعجلين شويه بس ان شاء الله استنونا في حلقات كتير وفي بيت اميره. اي حد يتواصل معايا عنده فكره، عنده موهبه، عنده مشكله، الارقام هتكون على الشاشه. متشكره جدا لحضراتكم، وفي امان الله.